السلام عليكم. اهلا وسهلا، عايز اسلم عليكم. رد الجهاز ربنا يمد في عمرك وخليك لينا. اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. الله يسلمك. ربنا يعينك يا رب، يعيننا ويدعونا. تمام جيلك يا ريس. والله محتاجين دعواتكم والله. ربنا يعينك. 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 اللهم امين. ربنا يعينك. اللهم امين يا رب. اقدر حضرتك يا باشا. انا عينك. صحيح والله. احنا بنحاول نعمل حاجه. ربنا يزيدك. ربنا يعينك. شرفت. نشرب اليوم بخير. بس تزعوا رز ولا لا؟ كل حاجه ان شاء الله. كويس الحمد لله بصراحه. والله يلا، بس في حاجه بس واحده. اتفضل. يا ريت التقويات تيجي حلوه. تقويات بس تتوفر للمزارع في الجمعيه. احنا بنحاول والله ان احنا نعالج المسائل ديت، ان احنا نوفر تقوي كويسه. لان بالمناسبه عايز اقول لكم قليله شويه يا ابو علي الباشا. انا هقول قليله شويه. ما انا هقول. احنا من مصلحتنا كدوله ان انتوا تجيبوا احسن انتاجيه، سواء كان في الكميه او في النوع. مصلحه الدوله. هو فدان. انا بطلب طلب واحد بس. هو طلب مهم للكل. يا ريت السيد وزير الزراعه يخلي الشركات بتاع الادويه تحط الرقم بتاع السعر على الجهاز. ادويه المبيدات ما بنعرفش على حاجه. دي بخمسه بعشره. صاحب المحل بيبيع براحته. معلش يا ريت يرحم الفلاح، بس السعر على الازازه بس، مفيش اكتر من كده. السعر عليه. ويا ريت الجمعيه الزراعيه توفر لنا زي زمان الدواء والدواء والتوف في الجمعيه. ده اللي احنا نطلبه من حضرتك. وسعادتك لو حضرتك لو ممكن مصر تطلع انتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش اردب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجه بقت 10 على 10 صراحه. وكمان والرز برضه يزيد شويه عن كده. شكرتين بس الفدان ما تكفوش. احنا كده بنصرف ثلاثه الاول. طب انا هقول لكم حاجه عشان نتكلم كلام احنا بنحترم معاه بعض. عايز اقول لك ايه؟ الكيماوي ده كان بيتعمل وكان وحدة الغاز كانت ب 3 دولار. وحدة الغاز دلوقتي بسعر ب 40 دولار. ما شاء الله ما شاء الله. بكام؟ هو قبل حتى ايام ما كان ب 3 كان الثمن اللي انت بتاخده بيه هو نص الثمن اللي بيتباع بيه بره. الدعم. يعني اقصد ايه؟ طيب لما حصل ده احنا ما زودناش الغاز قوي على شركات الغاز. بلا يا دكتور مصطفى. انا بقوله ليه؟ لان انا عايزك برضو تبقى عارف الحكايه معايا. تبقى عارف ليه احنا مش قادرين نخليهم 3. النهارده الطن 6000. الكيماوي اصلا 6000. 6000. طب هو ثمنه كام دلوقتي؟ ثمنه على قديم في حدود ال 10. ثمنه على الجديد اضرب في مره ولا اتنين كمان، يعني مش 10 بقى يبقى 20. بس انا ما زودتوش عن كده. مش انا ما زودتوش يعني متفضل عليكم، لا، انا بحاول اراعي احنا كدوله ان احنا التكلفه ما تبقاش، لان في النهايه الرز لو غلى هيبقى غلى على مين؟ على كل الناس. فالغاز ثمنه مش كده. وانا قلت قبل كده، ما اعرفش انتوا سمعتوني ولا لا، قلت لكم ان احنا لما الغاز غلي والبترول غلي انا ما غليتوش على الناس. ليه؟ مش البلد مش هستحمل. البلد ايه؟ مش هتستحمل. الناس مش هتستحمل. ربنا احنا في نعمه نتحاسب عليها. ده فضل من الله. ومش بس كده. طب الكهرباء. الكهرباء كانت برضو وزاره الكهرباء بتاخد من وزاره البترول الغاز ب 3 دولار للوحده. قبل الغاز ما يغلى احنا كان تقريبا في 17 18 الف وحده بتاخد الكهرباء بتلت ثمنها او نص ثمنها. ها؟ 17 مليون. لا 17 مليون، يعني 17 مليون اسره. بكام؟ بتلت ثمن الكهرباء. امتى؟ قبل الكهرباء لما كانت واحده ب 3 دولار. طب الواحده بقت ب 40. زودت؟
ما هو زي ما هو. وبالتالي انا عايز اقول ايه، ده اللي الدوله حاولت ما تعكس الازمه اللي موجوده بره على اهلها. بالمناسبه ما حدش بيدفع حاجه منين، احنا ما بنجيبش من جيوبنا، نجيب من جيب مصر، جيب مين؟ بس برضو يعني القلب على القلب رحمه. القلب على القلب. انا سعيد اني شفتكم بقى، متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. سلمونا على اسركم لو سمحتوا. جماعتكم طيبين. السلام عليكم.